السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده خاص بالاي سبمشن الخاص بالبيم في سنغافوره. طبعا سنغافوره من الدول اللي عامله شغل جامد جدا في موضوع البيم. طيب ده دلوقتي هنشوف الاستراكشر اهوت. ده الاستراكشر بيم سبمشن. هتلاقي حاجات خاصه بالريفت وحاجات خاصه بالاركاد وحاجات خاصه بالبنتري وحاجات خاصه بتكلا، عباره عن تمبليت تقدر تشتغل عليها. تمام، انت ممكن تحمل دوت اهوت. انا حملت مثلا الاستراكشر اهو. هتلاقي اول حاجه فتحها لك اللي هو الشيت. تمام، هو مظبط لك الشيت وحاطط لك فيه الجداول بالشكل دوت. ده مثلا الفيو كاتيجوري، ده فور ابروفال، ده فور ريفرنس، وهكذا. ده الديسيبلين بتاعه اركتكتشر استراكشر كوردينيشن. فمظبط لك جدول بحيث ان اللي يبص عليها يقدر يفهم التنظيم بتاع الشغل عامل ازاي. وده اهوت الكفر شيت. تقدر تكتب بقى فيها الاسم، الشركة، اسم المشروع، مين اللي رسم اللوحة، الحاجات دي كلها. تقدر تعدلها هنا، او الافضل ان انت تعمل شيت ليست. وتقدر تعدل هنا بسهولة، تقدر تضيف المهندس والرسام والناس اللي شغالين في المشروع بحيث ان انت تبقى سهل التعديل عليه. هنا مثلا اعمل لك الماركينج سكادول، الستيل ريفرنس، رينفورسمنت. كل ما هترسم حاجه في المشروع هي تتعمل اوتوماتيك، فهو عامل لك جداول هتساعدك في الشغل بتاعك. ولما تيجي هنا هتلاقي هو مظبط لك اللوح فور ابروفال وفور ريفرنس. تمام، طيب اللوحه دي لو جيت كده عليها هتلاقي ان هو عامل لك الفيو كاتيجوري مكتوبه فور ابروفال. لو انت جيت هنا وغيرتها لفور ريفرنس هتتنقل اللوحه دي لفور ريفرنس. فده بيسهل عليا الشغل وبعرف اللوحه دي معموله ليه بالظبط، هل هي الابروفال ولا فور ريفرنس. هو عاملين شغل منظم يعني بحيث ان انت تقدر تكمل الشغل عليه. السكادولات معموله جاهزه، الاستراكشر كله سكادول موجود برده اهوت. هو فاضي اول ما ترسم يبدا الحاجات تظهر معاك. فلو انت عايز تستعين بالجدول دوت هيوفر عليك وقت كتير جدا. هتلاقي الرابط اسفل الفيديو زي ما احنا متعودين في بيم ارابيا. فمنساش لايك وشير وسبسكرايب.